قذائف صاروخية أطلقها الجيش الأرميني على مدينة جنجا، هذه المدينة السياحية في أذربيجان وتعتبر ثاني أكبر مدينة في أذربيجان بعد العاصمة باكو. هذا الخراب الذي تسببت به القذائف الصاروخية أيضا تسببت بمقتل 3 مدنيين وإصابة نحو 30 مدنيا في هذه المنطقة حينما وقعت القذائف الصاروخية هنا داخل أحد المنازل. أصيبت امرأة بإصابات خطيرة ونقلت إلى المستشفى، وعم هنا الخراب داخل المنزل بشكل كبير جدا. سندخل إلى داخل هذا المنزل لنشاهد صور الدمار. في العموم دخول هذه المدن على خط الصراع واستهداف الجيش الأرميني لداخل أذربيجان يعني ربما توزيع رقعة الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، خاصة أنها بالأمس استهدفت مدن حيوية داخل العمق الأذربيجاني. أيضا هنا نشاهد الخراب الدمار. يسمش أولسون نصر أولدو بطلة معمجان بشكل مفاجئ سمعت صوت الانفجار وبعدها تحطم كل شيء كما ترى. زوجتي كانت في غرفة النوم، دخلت إليها كان وجهها مليئا بالدم، والآن هي في المشفى وحالتها خطيرة وغير مستقرة. هذا المنزل هنا عم فيه الخراب بشكل كبير جدا، خاصة لأن القذائف الصاروخية سقطت بجانب المنزل أمامه. هنا زوجة الرجل كانت هنا في هذه الغرفة وتسببت بجروح بليغة، آثار الدم، آثار الخراب بشكل كامل واضحة جدا. أحمد غنام، العربي، من مدينة جنجا، أذربيجان. أفاد مراسل العربي بتجدد القصف على كبرى مدن إقليم كارباخ، وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إن الجيش الأذري هاجم المحور الجنوبي للإقليم. وكان مساعد الرئيس الأذري حكمة حاجييف قال إن الجيش الأرميني قصف مدنا قريبة من العاصمة باكو بصواريخ يصل مداها إلى 300 كيلومتر. لا صوت يعلو فوق صوت المدافع في إقليم ناغورني كاراباخ. فمنذ 27 سبتمبر الماضي، تاريخ اندلاع القتال بين أرمينيا وأذربيجان على مسرح إقليم كاراباخ، يتوصل إلى اليوم الاستهداف المباشر بين البلدين حاصدا مزيدا من الأرواح. وبرغم الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار، إلا أن الأطراف المتحاربة لم تستجب بعد بل تشترط. الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف علق إيقاف العمل العسكري بضرورة انسحاب أرمينيا من إقليم ناغورني كاراباخ والمناطق الأذربيجانية المحيطة وفق جدول زمني محدد كما قال. في الأثناء تشير الأنباء الواردة من هناك إلى تجدد القصف في الإقليم. وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأذربيجاني سيطرة قواته على مدينة جبرائيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى السيطرة على عدة قرى أخرى. مصادر رسمية في أذربيجان تؤكد أن الجيش الأرميني قصف مدنا تبعد نحو 10 كيلومترات عن العاصمة باكو بصواريخ يصل مداها إلى 300 كيلومتر. وكانت قوات برية من أذربيجان قد شنت في وقت سابق هجوما واسعا في ناغورني كاراباخ، حسب ما ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية التي أشارت إلى قتال عنيف في الإقليم. الإقليم المتنازع عليه شهد في الأيام الأخيرة عدة ضربات، ما أجبر السكان على الاحتماء بالأقبية والملاجئ، وقطعت الكهرباء في المدينة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر أدانت في بيان ما وصفته بالقصف العشوائي للمناطق المأهولة في كاراباخ نتيجة الاستخدام المتزايد للأسلحة الثقيلة وللمتفجرات، متحدثة عن عشرات الضحايا من المدنيين على جانبي خط التماس. اشترط الرئيس الأذري إلهام عليف أن تضع أرمينيا جدولا زمنيا لانسحابها من إقليم ناغورني كاراباخ والمناطق الأذرية المحيطة بالإقليم قبل أن توقف باكو العمل العسكري.
وفي التطورات الميدانية، أعلن علييف سيطرة قوات بلاده على مدينة جبرائيل الاستراتيجية، وذلك في تغريدة على حسابه في تويتر، وأضاف أن الجيش الأذري سيطر على المدينة بالإضافة إلى عدة قرى أخرى. من جانبه نفى وزير الدفاع الأرميني ديفيد تونويان استهداف منشآت مدنية في أذربيجان، وقال تونويان إن أذربيجان ستعاني من نتائج وخيمة من جراء عملياتها العسكرية في إقليم ناغورني كاراباخ بحسب تعبيره. ستدفع أذربيجان نتائج وخيمة لتصعيدها العسكري. نحن لا نستهدف منشآت مدنية في أذربيجان كما يفعلون هم، وادعاءاتهم محض كذب. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن طهران أبلغت أذربيجان وأرمينيا ضرورة أخذ الحيطة والحذر، ودعت إلى عدم انتهاك الأراضي الإيرانية، معلنا أن إيران أعدت خطة مفصلة لحل النزاع بين باكو ويرفان، وهي مستعدة لمناقشتها مع طرفي النزاع، معربا عن أمله في أن يبادر الجانبان إلى وقف إطلاق النار. ونفى خطيب زاد إرسال أسلحة عبر الأراضي الإيرانية إلى أرمينيا، وأن إيران لن تسمح باستغلال حدودها في هذا الصدد. ينبغي على الطرفين عدم التعرض لغير العسكريين، وعليهم الانتباه بأن إيران لا يمكنها أن تتحمل الصراع على حدودها، وخاصة الاعتداء على أراضيها، لأن هذه من الخطوط الحمراء بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذا عليهم الحذر في أن لا تتعرض البلاد لأي اعتداء مقصود أو غير مقصود. ومن منطقة غنجة ينضم إلينا مراسلنا أحمد غنام. أحمد، دعنا في صورة آخر التطورات الميدانية. كمال، قبل قليل، قبل نحو ساعة تقريبا، يعم الهدوء هنا في هذه المنطقة الحدودية القريبة من منطقة ترتر. لم نعد نستطع الدخول إلى بلدة ترتر، وذلك بسبب القصف الكثيف الذي كانت تشهده صبيحة اليوم، القصف العشوائي طال مدن وقرى وبلدات كثيرة من ضمنها قرية بردة. أيضا القصف الذي بالأمس كان قد شنه الجيش الأرميني نحو مدينة بيتشاغافير، وكذلك نحو مدينتي أبشارون، وخزي هذين المدينتين القريبتين من العاصمة الأذربيجانية باكو على بعد تقريبا من 10 إلى 15 كيلومتر. فبالتالي أصبح تهديد الجيش الأرميني يصل إلى عمق أذربيجان، وهذا من شأنه، هناك تخوف كبير أن يحدث ربما هلع أو خوف لدى الأهالي، وهذا ربما قد يتسبب بالفوضى هنا في بعض المدن. لكن في العموم حتى الآن الأمور مستقرة هنا في على الشريط الحدودي القريب من إقليم كاراباخ، لكن هناك تأكيدات رسمية وطمأنة رسمية من الجانب الأذربيجاني للشارع الأذربيجاني بأن هناك تقدم يحرزه الجيش الأذربيجاني داخل الإقليم، خاصة بعد إعلان الرئيس إلهام علييف عن سيطرة الجيش الأذربيجاني على محور جبرائيل، وكذلك وصول الجيش الأذربيجاني إلى مشارف ومداخل محور فوزولي، وكذلك هنا التقدم خلفي على هذه المناطق تحديدا، حيث ترى هناك المناطق الحدودية الجبال والعلم الأذربيجاني. هناك منطقة تسمى مداغز، وهذه البلدة داخل الإقليم تعد أكبر بلدة يسيطر عليها الجيش الأذربيجاني منذ أن بدأت هذه الحرب داخل الإقليم. فبالتالي هذه البلدة لها أهمية استراتيجية، من أهمها أنها تمتلك خزانات المياه ومحطات توليد الكهرباء لجميع مدن الإقليم. وسيطرة الجيش الأذربيجاني على هذه المنطقة من شأنه أن يكسبه أهمية استراتيجية لتقدمه، وهذا ربما يفسر الكم الهائل أو الكثافة في القصف من قبل الجانب الأرميني للحدود الأذربيجانية، ربما من أجل أن يدفع الجيش الأذربيجاني أو أن يضطره للتراجع عن خطوط التماس، خاصة أن هناك تقارير إعلامية تتحدث بأن الجيش الأذربيجاني يواجه أسلحة متطورة من قبل الجيش الأرميني، خاصة منصات إطلاق الصواريخ والمدافع الآلية أو الأوتوماتيكية التي حفر لها كخنادق ضمن المنطقة الجبلية، فبالتالي تستطيع أن تقصف أو تقذف قاذفاتها وكذلك صواريخها دون أن ترى من قبل الطائرات المسيرة، وهذا ربما ما يعيق التقدم للجيش الأذربيجاني، وهذا ربما يفسر عدم التقدم السريع للجيش الأذربيجاني. لكن في العموم هنا يوجد طمأنة لدى الشارع التركي، ويوجد أيضا فرح لدى الأهالي، رغم أننا وجدنا في هذه المناطق اليوم صبيحة اليوم هناك كان
المئات إن صح التعبير من السيارات التي خرجت من هذه المناطق الحدودية والقرى والبلدات، وذلك بخوفا على أطفالهم ونسائهم بعد سقوط عدد من القذائف الصاروخية بشكل عشوائي على قرى وبلدات وأماكن سكنية في هذه المناطق الحدودية. هنا الشريط الحدودي كمال تقريبا 48 كيلومتر هي محور القتال على محور ترتر، أيضا هناك محور آخر وهو محور فزولي، وكذلك كان هناك قبله محور جبرائيل. الجبهة الواصلة من جبرائيل إلى ترتر تقريبا تصل إلى 120 كيلومتر، هذه على طول هذه خط الجبهة يوجد قتال، فبالتالي ربما يحاول الجيش الأذربيجاني من اتساع أو من هذا الطول لهذه الجبهة ربما محاولة منه لاستنزاف القوات الأرمينية المتواجدة داخل الإقليم. هناك بعض المعلومات غير المؤكدة بأن هناك بعض المناطق بدأت تستسلم وتعلن الراية البيضاء وتستعد لإلقاء سلاحها بسبب قطع طرق الإمدادات عنها من قبل الجيش الأذربيجاني. يعني الآن في المقابل من جانب أرمينيا، هل استهداف المناطق الآهلة، أقصد المدن الأذرية، هو الاستراتيجية أو الشكل الذي تريده أرمينيا للحرب في مع أذربيجان؟ كمان الصوت لم يصل ربما لأسباب تقنية. كنت أقول إن كان استهداف المناطق الآهلة هو الشكل الحرب الذي تفضله أرمينيا. بالفعل هذه التهم التي يلقيها أساسا الأذربيجانيون هنا على أرمينيا بأنها تحاول أن تضغط على الجانب الأذربيجاني من خلال استهداف المناطق المأهولة والمناطق السكنية. قبل يومين كان لنا لقاء خاص مع نائب رئيس الأذربيجاني والمتخصص للشؤون الخارجية حكمة حاجييف، أكد بأن أذربيجان تحاول تحييد المناطق السكنية وأن أطلقت عدة دعوات وتحذيرات مرارا للجانب الأرميني بأن يكون هناك استهداف للسكان والمدنيين والمناطق السكنية، بأن يكون هناك قتال جيش لجيش، وأن هذا ما يهرب منه الجيش الأرميني بأن ليس لديه قدرة على المواجهة، وهذا بسبب الفساد الذي تعيشه أرمينيا حسب ما يقولون. فبالتالي يحاول الجانب الأرميني الضغط على أذربيجان من خلال استهداف ربما السكان ودفعهم ربما لإشاء الهلع والخوف وإرباك ربما السلطات المحلية والخروج من القرى والمدن. هذا ربما قد يشكل الفوضى إذا ما استمرت هذه الهجمات العشوائية باتجاه المدن الداخل والمدن الحيوية. مراسلنا أحمد غنام حدثنا من منطقة غنجة، شكرا جزيلا لك.